رزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم فإن عجز فبقرة، سبع شياه، ثم إذا عجز عن البقرة يخرج سبع شياه. لا غير، لا غير، لا غير مثلا إن إن لا غير معناها لا يخرج أكثر من سبع ولا يخرج أقل من سبع، ولكن إذا عجز عن السياه يصوم 10 أيام. وصيام بثغر، ويلزم الصيام ولو بالثغر. الثغر هو المكان المخيف الذي عليه، الذي يرقب المجاهد، يكون فيه يراقب العدو، يحرس جيش المسلمين. معناها الثغور هي المداخل التي يمكن أن يدخل منها العدو، فالذين يحرسونها يسمون حراس الثغور، وهم المرابطون، وهم الذين يقال لهم المرابطون. فلو مثلا نذر مرابط أن يصوم فعليه أن يصوم مع أنه في سفر، مع أن المرابط في سفر. وثلثه حين يمينه، وثلث ماله، ولزمه ثلث ماله إذا نذر وعبر هو هنا عنه بالقسم، إذا أقسم أن يتصدق بماله كله، إذا أقسم أن يتصدق بماله كله أو نذر التصدق بماله كله، فيجب عليه إخراج ثلثه. حين يمينه إلا أن ينقص وما بقي، حين يمينه معناها أنه يخرج الثلث حين اليمين أو حين النذر إلا أن ينقص، معناها إلا أن ينقص فما بقي، معناها إلا أن ينقص المال وقت اليمين فيخرج ثلث ما بقي. إلا أن ينقص فما بقي بمالي في سبيل الله وهو الجهاد والرباط. فما بقي لا يخرج، فإنه يخرج ثلث ما بقي. ذاك متى يخرجه؟ إذا قال مالي، قل وثلث حين إلا أن ينقص فما بقي بمالي في سبيل الله وهو الجهاد والرباط. بمالي في سبيل الله، إذا قال مالي فيك سبيل الله، فيك سبيل الله، إذا قال مالي كله فيك سبيل الله، نذرت مالي كله فيك سبيل الله، أو أقسم بالله لأنفقن مالي فيك سبيل الله، فإنه يلزمه أن يخرج ثلثه حين النذر، حين القسم. ولكن إذا نقص المال، إذا كان النذر مؤجلا أو القسم مؤجلا ونقص المال في مدة الأجل، فإنه إنما يخرج ثلث ما بقي من ماله. نعم. فيك سبيل الله وهو الجهاد والرباط. أيوة. بمحل خير. سبيل الله ما هو؟ سبيل الله هو الجهاد والرباط بمحل خيفة. الرباط اللي هو كما قلنا الرباط بالثغور، محل خيفة لأن الثغور مخوفة. كيف بوابة الحدود هذه حال؟ لا، المهم النقاط التي يمكن أن يتسرب منها العدو، أي نقطة يمكن أن يتسرب منها العدو. الجنود الذين والمجاهدون الذين يحرسونها هؤلاء يسمون مرابطين. محل خيفة، وأنفق عليه من غيره إلا المتصدق به، وأنفق عليه من غيره. أنا هذا الثلث قبل أن يسلم للمجاهدين، قبل أن يسلم في سبيل الله للوالي الذي سيستلمه، ينفق على مصالحه من غير الثلث، من مال الناذر الآخر، ينفق على مصالحه من غير الثلث. إلا لمتصدق به على معينه، إلا لمتصدق به على معينه. السلام عليكم. وصيام بثغر ثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي فيك سبيل الله وهو الجهاد والرباط بمحل خيفة، وانفق عليهم غيره إلا لمتصدق. قال وصيام بثغر، وإذا نذر الصيام بثغر من الثغور ولو كان المقيم على الثغور في حكم المسافر
فإنه يجب عليه أن يفي بنذره ذلك. وإن قال مالي في سبيل الله وجب عليه أن يخرج ثلث ماله. وقال وصوم بثغر وثلثه حين ثلثه يمينه. أي ثلث ماله حين يمينه، حين يمينه أو نذره أنه سينفق ماله. قال حين يمينه بأن قال والله والله لأنفقن مالي في سبيل الله، أو قال نذرت مالي في سبيل الله، فإنه يخرج ثلث ماله. إلا أن ينقص فما بقي بمالي في سبيل الله. إلا أن ينقص، إلا أن ينقص، إلا أن ينقص المال، لأن لا أن ينقص المال بعد بعد نذره أو بعد حلفه، فإنه يخرج ثلث ما بقي. وأما ما زاد، ما زاد بعد قوله، بعد يمينه أو بعد نذره، فإنه لا يدخل في التثليث. ما زاد لا يدخل في التثليث، وما نقص لا يطالب به. ذلك يترتب في ماذا؟ في مالي في سبيل الله، في قوله مالي في سبيل الله. وهو الجهاد والرباط بمحل خيفة. ما هو سبيل الله؟ سبيل الله هو الجهاد والرباط. الجهاد مع الإمام، والرباط في الثغور التي يكلف الإمام بحفظها. محل خيفة أنفق عليه من غيره. بين هنا مكان الرباط، فقال إنه الثغر الذي يكون بمحل خيف منه العدو. الثغر معناها الباب الذي يمكن أن يتسرب منه العدو، الذي يخاف أن يتسرب منه العدو. إذا رابط عليه جماعة من المجاهدين فهؤلاء هم المرابطون، وهذا هو الثغر. إلا لمتصدق، لا لمتصدق عليه، وأنفق عليه من غيره. إلا لمتصدق، متصدق عليه، متصدق به على معين في الجميع. لا لمتصدق به على معين، إلا أنه إذا أقسم لا يتصدقن به على معين، أو نذر تصدق به على معين، تصدق بماله على معين، قال مالي على فلان، مالي لفلان، نذرت مالي لفلان، نذرت مالي صدقة لفلان، وأقسم بالله لأتصدقن بمالي على فلان، فإنه يتصدق بجميع ماله، لأن إعطاء جميع المال جائز على الصحيح. على معين في الجميع، وكرر إن أخرج وإلا فقولان. وكرر إن أخرج، كرر إن أخرج، مثلا إذا أخرج ثلث ماله ثم نذر مرة أخرى ثلث ماله، إذا كرر اليمين أو كرر النذر وكان قد أخرج في النذر الأول أو في اليمين الأول، فإنه يخرج ثلث ما بقي كذلك من ماله. فإذا أنه إذا أخرج ثلث ماله للمرة الأولى ثم كرر النذر أو كرر اليمين، فإنه يخرج مرة ثانية ثلث ما بقي. وأما إذا لم يك... أما إذا كرر قبل الإخراج فلا يخرج إلا ثلثا واحدا. إلا فقولان، لا يخرج إلا ثلثا واحدا على قول، وعلى القول الثاني، على قول وهو صحيح، وعلى القول الثاني أنه يخرج ثلثين إذا كرر. وما سمى وإن معين أتى على الجميع. وما سمى، وإذا سمى مالا بعينه، وما سمى وإن معينا، وإن معينا أتى على الجميع، معناها يجب عليه أن يخرج ما سمى من المال، ولو كان مالا معينا يأتي على جميع ماله، على بأن قال دوري في دوري صدقة على فلان، أو دوري في سبيل الله، فإنه إذا سمى ولو كان لا يملك إلا الدور، فإن جميع ماله يكون في سبيل الله، أو جميع ماله يكون صدقة على فلان الذي عين وقال غنمي وهو لا يملك إلا غنمي. نعم.
وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل. ويجب أن يبعث السلاح والفرس الذي نذر لمحله، معناها لأهل الغزو لأهل الجهاد، إن وصل، إن كان يستطيع أن يجد الرسول أو الطريق التي توصله إليهم. نعم وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو عيبا على صاحبه. نعم وإلا بيع، وإن لم يصل بيع وعوض، بيع يباع ويعوض، إن لم كهدي يصل بيع بيع وعوض كهدي ولو معيبا على صاحبه. كهد ولو معيبا على صاحبه. بالنسبة للهدي كذلك يبعث إلى محله وهو مكة، ولو معيبا، ولو كان الهدي معيبا فإنه يبعث إلى مكة على الأصح، وبعضهم قال إنه إذا كان معيبا لا يبعث. وله فيه إذا بيع الإبدال الأفضل. وإذا بيع المعيب له فيه الإبدال بالأفضل، معناها أن يبدل، أن يبدله بأفضل منه. وإذا كان كثوب بيع وكره بعضه أهدي به. وله به إن كان، إن كان كثوب بيع وكره بعضه أهدي به. نعم وله فيه الإبدال بأفضل إن كان كثوب بيع، معناها إذا كان كثوب بيع، إذا كان كثوب بيع بيع وله فيه الإبدال بأفضل إن كان كثوب بيع، ثم قال بيع وكره بعثه أهدي به. وكره بعثه وأهدي به. أما إذا مثلا نذر نذر ثوبا فإنه يكره بعثه، الثوب نذره للكعبة مثلا فإنه يكره ثوبه بعثه، ولكن الأفضل هو بيعه كثوب بيع وأهدي به، هو بيعه وشراء هدي به وبعث الهدي إلى مكة. وهل اختلف هل يقومه أو لا؟ أو لا ندبا؟ أعيد شوي الفقرة. إذا بيع وإن كان إن بيع، خلاص خلاص شوي. وإن كان كثوب بيع وإن كان كثوب وكره بعثه وأهدي به. وكره بعثه وأهدي به، نعم. وهل اختلف هل يقومه أو لا؟ أو لا ندبا؟ وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا؟ معناها هناك فرق بين البيع والتقويم. البيع أنت أخرجت صدقة للكعبة أو صدقة للغزاة في سبيل الله، فإذا بعتها لشخص آخر وأعطاك بدلها البدلها الأنس أعطاك بدلها الأنسب للغزاة لأنه لا يصل إليهم ما أخرجت أنت، أو بدلها الأنسب للكعبة، فهذا لا إشكال فيه. وأما العوض، بذل العوض فهو أن تعوضها أنت من عند نفسك، معناها أنت أخرجت صدقة ثم تقومها أنت وتخرج قيمتها من عندك وتبعث بها إلى الغزاة أو إلى مكة، فهذا فيه وهم استرجاع الصدقة، فيه وهم استرجاع الصدقة. والصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشيخين، سأله عمر عن فرس حمل عليه في سبيل الله وأراد صاحبه أن يبيعه برخص، قال لا تشتريه ولو باعه بدرهم. وفي حديث آخر، الذي يرجع في صدقته كالكلب يرجع في قيئه. بالتالي لوهم الرجوع في الصدقة فإنه اختلف هل يكره أم لا، هل يكره أو لا. ولهذا قال وهل اختلف هل يقومه أو لا؟ أو لا ندبه أو نعم. وهل اختلف هل يقومه أو لا؟ اختلف، نعم. هل وقع خلاف بين العلماء في جواز تقويمه وعدم تقويمه، أو لا يقومه ندبا، أو لا يقومه ندبا، أو إنما تقويم جائز ولكن يندب له ألا يقوم، أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين تاويلات، أو التقويم إذا كان بيمين تاويلات، أو التقويم إنما يجوز إذا كان المخرج بسبب اليمين، إذا كان المخرج بسبب الحنث في اليمين تاويلات.
وإن عجز عوض الأدنى ذمة لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاج. فإن عجز عن الأفضل، فإن عجز عن إبدال الهدي المعطوب أو إبدال الهدي الذي لا يمكن إيصاله، عجز عن إبداله بالأعلى بالأفضل، فإنه يبدله بالأدنى، فإنه يبدله بالأدنى. فإن عجز فالأدنى، فإن عجز عوض عوض الأدنى، عوض الأدنى عوض الأدنى، عوض منه الأدنى. فإن عجز عن تعويضه بالأفضل أو عن بيعه بالأفضل، عوض منه الأدنى، يعوض منه أدنى منه. ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاج. ثم إن عجز عن تعويض الأدنى منه، يرسل العوض فقط لخزنة الكعبة، لخزنة الكعبة معناها سدنة الكعبة وخدام الكعبة، يقال لها الحجاب والسدانة والخدمة. يصرف فيها إن احتاجت أولاد تصدق به، وإلا تصدق به، تصدق به يصرف فيها إن احتاجت، معناها هذا اللي أرسل له سدنة الكعبة يصرف في الكعبة إن احتاجت إليه في اللباس وفي تطيبها وفي نظافتها إن احتاجت، وإن لم تحتاج له فإنه يتصدق به على الفقراء. وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منهم. وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه صلى الله عليه وسلم. مالك قال لا يشرك مع سدنة الكعبة غيرهم، ولا تعطى لمن لم يعين، لا تعطى لغيري من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عثمان، من طلحة بن عبد الدار، أبي طلحة بن عبد الدار. لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لهم خذوها خالدة تاردة لا يأخذها منكم إلا ظالم. والمشي لمسجد مكة ولصلاة وخرج نعم، والمشي، ومن نذر المشي لمسجد مكة ولو نوى الصلاة فيه فإنه يجب عليه المشي، ولو نوى الصلاة، لأن من نوى الصلاة فيه ظاهره أنه إنما يريد الصلاة ولا يريد المشي، ولكن إذا لفظ بالمشي فإنه إذا نطق بالمشي فإنه يجب عليه المشي ولو كان مهمته الصلاة فيه. ولو لصلاة وخرج من كانت مهمته الصلاة فيه، نعم. ولو لصلاة وخرج من بابها ولو لأجل الصلاة منه، ولو إنما نشاء، ولو كان إنما مشى من أجل الصلاة فيه، نعم. وخرج من بابها وأتى بعمرة كمكة. وخرج من بها. من بها وأتى بعمرة كمكة. وخرج من بها، معناها من نذر المشي لمكة يخرج إذا كان بها، ويأتي بعمرة، يأتي بعمرة إذا دخل، يأتي بعمرة يدخلها بعمرة كمكة أو البيت. نعم، وخرج من بها اللي هو من بي، وخرج من بها وكمكة والبيت كذلك. نعم، من كان بمكة يخرج ويأتيها ماشيا، ويأتي بعمرة عند دخولها. كمن أيضا نذر مكة، كمن نذر المشي إلى مكة فإنه يأتي بعمرة أو البيت. أو البيت كذلك، من نذر المشي إلى البيت فإنه يأتي بعمرة. إذا قلنا من نذر المشي إلى المسجد يمشي إلى المسجد فقط، وأما من نذر المشي إلى الكعبة فإنه يأتي بعمرة، وكذلك من نذر المشي إلى البيت فإنه يأتي في دخوله لمكة بعمرة. أو جزئه لا غيره. جزئه أو جزء من أجزائه مثلا، أو من نذر المشي إلى الركن، أو من نذر المشي إلى الملتزم، أو من نذر المشي إلى الحجر، فإنه في هذه الحالات كلها يأتي بعمرة. إلا من ينسك من حيث نوى. يأتي بعمرة إن لم ينوي سكن، يأتي بعمرة إن لم ينوي سكن، معناها هو نذر أن يمشي إلى مكة، أو نذر أن يمشي إلى البيت، أو يمشي إلى الحجر، أو يمشي إلى المقام، ويمشي إلى الركن، فإن النذر ظاهره أنه يريد أن يعتمر، ولهذا تجب عليه العمرة، لأن هذه الأماكن لا يمشى إليها في الأصل إلا للعمرة أو الحج. حيث نوى إلا حلف أو مثله إن حنث.
وهو قال هنا قبل بداية الفقرة، وتابع مرات كمكة أو البيت أو جزئه لا غيره نعم نعم إلا من وين سكن لمن السكن، أيوه، من حيث نوى. ومن حيث نوى. وأما إذا نوى نسكا فمن حيث نوى، فإنه يحرم للعمرة من حيث نوى، من حيث نوى، ويمشي من حيث نوى. وإلا حلف أو مثله إن حنث به. وإلا بأن لم ينوي، وإلا بأن لم ينوي السكن وحلف، وإلا بأن لم ينوي السكن فمن حيث حلف، فمن حيث حلف، من حيث حلف، معناها إذا نوى نسكا من حيث نوى النسك، وإذا لم ينوي نسكا وحلف فمن حيث حلف إلا حلف أو مثله إن حنث به أو وتعين مثله، وحلف. أو يمشي من مثله، أمشي من مثله إن حنث به، معناها مثله الذي يمشي من مسافة مماثلة يحنث الحالف على قطع مسافة بقطعها، مثلا الحالف على قطع مسافة 100 كيلومتر، فإنه إذا جاء للبيت من جهة تبلغ هذه المسافة إنه ينوي يبدأ المشي من جهة، إذا كان مثلا حلف ليأتينه من جهة معينة تبعد عنه 100 كيلومتر، فإنه إذا أتاه من جهة مماثلة تبعد عنه 100 كيلومتر يكون وفى بحلفه. نعم. إلا حلف مثله إن حنث به. مثله حنث به، لأنه يحنث بهذا، لأنه إذا حلف على قطع مسافة معينة إلى البيت، سواء جاءه من جهة الشرق أو من جهة الغرب أو من جهة الجنوب أو من جهة الشمال. نعم. من حنث به وتعين محل اعتدى وركبه المنهلي. وتعين معناها وجب محل اعتيد الإحرام منه لمن نذر أو من حلف، وركبه المنهلي. وركبه في المنهلي. وأما إذا حال بينه وبين في طريقه، إذا وجد في طريقه منهلا لا يستطيع قطعه سيرا على الأقدام فإنه يركب لقطعه. ولحاجة كطريق قرباء اعتدت. ولحاجة كطريق كذلك قرباء يركب للحاجة، مثلا إذا احتاج للركوب، وكذلك لطريق قرباء، ولطريق قرباء اعتدت وبحرا اضطر له. نعم. ويجوز له أن أيضا أن يذهب لطريق قرباء اعتيدت تعودها الناس. وبحر اضطر له الاعتداء على الأرجح. نعم. وبحر اضطر له الاعتداء على الأرجح، معناها أنه يجوز له أن يركب للمنهل ليأخذ الماء، ويجوز له أن يركب لحاجة له، هو الآن عقد النية وبدأ المشي إلى مكة. ماذا يجوز له؟ يجوز له أن يركب إلى المنهل ليستقي منه، ويجوز له أن يركب لحاجة له، ويجوز له أن يركب إلى أن يبلغ طريقا قرباء اعتيدت. نعم. وإهداء ركب كذلك قرباء اعتيدت، أقول اعتيدت وبحر اضطر له، وبحر اضطر له على الأرجح. نعم. كذلك يجوز له أن يركب في بحر، في حالة قطعه لبحر اضطر له، لا اعتيد على الأرجح، يعني اضطر له للبحر المعتاد على الأرجح. لتمام الإفاضة وسعيها. أيوة، معناها يمشي إلى متى؟ يمشي إلى أن يتم الإفاضة وسعيها، معناها تنتهي أعمال الحج بالكل. ورجع أهداء ركب كثيرا بحسب المسافة. ورجع أعاد هذا المشي، وأهدى أن ركب كثيرا، معناها هو أصلا نذر المشي، فحج ماشيا أو اعتمر ماشيا، فإنه إذا نذر المشي، إذا نذر أن يحج ماشيا وركب في هذا الحج كثيرا، فإنه يعيد في السنة المقبلة
ويهدم على ذلك بدنة. وأهداء ركب كثيرا بحسب المسافة والمناسك. أداء ركب كثيرا بحسب المسافة والمناسك. بحسب المسافة أو المناسك والإفاضة بحسب المسافة نحو المصري. أو المناسك، شوف ركب كثيرا بحسب المسافة أو المناسك، معناها إذا كان ركب أكثر المسافة أو إذا كان ركب في أكثر المناسك، نعم، فإنه يرجع ويعيد الحج ويهدي، نعم. والإفاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل معين. عاد شوي، والمناسك كثيرا بحسب المسافة أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل معين. ايوه، واما اذا مشى في الافاضه فقط في طواف الافاضه، فانه اذا كان بعده عن مكه كبعد المصري، اذا مسافته من مكه كمسافه اهل مصر، فانه يرجع من السنه القابله، رجع من السنه القابله قابلا ومشى، قابلا فيمشي ما ركب في مثل معين. فيمشي ما ركب، رجع من السنة القابلة فيمشي في نفس المكان الذي ركب فيه في مثل معين. في مثل معين، في مثل معين، معناه يمشي في مثل معين، معناه إذا كان في العام الماضي كان معتمرا يعتمر في العام المقبل، وإذا كان في العام الماضي كان حاجة يحج في العام المقبل، ويمشي نفس المسافة التي ركب. وإلا فله المخالفة إن ظن أولا قدرته. وإلا بأن لم يكن أصلا عين نسكا معين، فله المخالفة، فله المخالفة بأن مثلا يمشي بأن 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 يمشي معتمرا أو يمشي حاجة، مخالفة ما فعله في السنة الماضية من النسك. إن ظن أولا قدرته وإلا مشى مقدوره وركب. إن ظن أولا قدرته، وإلا فله المخالفة إن ظن أولا قدرته، ثم وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط. إن ظن أولا قدرته، إن ظن أولا قدرته. إن ظن أولا قدرته، نعم. وإلا فله المخالفة إن ظن أولا قدرته، معناها له المخالفة إن ظن أولا القدرة على المشي، ظن أولا القدرة على المشي ثم لم يقدر عليه وركب، فله المخالفة في غير المعين، مخالفة مع غير المعين بأن يعتمر أو يحج، نعم. وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط. وإلا مشى مقدوره، وإلا مشى مقدوره، وإلا بأن لم يظن أولا القدرة، لم يظن أولا القدرة، فإنه يمشي مقدوره، وإنه لم يظن القدرة في البداية، فإنه يمشي مقدوره ثم وركب وأهدى فقط. وركب وأهدى فقط. إذا معناها هو إذا لم يظن القدرة من نفسه على المشي، فإنه يمشي ما استطاع أن يمشي، ويركب فيما لا يستطيع أن يمشي فيه، ويهدي بدنة فقط، أو يهدي كأن قل ولو هدية، قادرا كالإفاضة فقط. كأن قل ولو قادرا، نعم. كذلك إذا مشى مشيا قليلا ولو كان قادرا على الركوب، فإنه يهدي فقط، كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه. نعم، كالإفاضة فقط. كذلك إذا مشى الإفاضة فقط، إذا مشى الإفاضة فقط وهو ولم يظن القدرة على المشي، ومشى الإفاضة فقط، فإنه يهدي ولا يعيد فقط. وكعام عين وليقضه أو لم يقدر. نعم، وكعام عين وليقضه. كذلك إذا لم يظن القدرة ومشى في عام معين، فإنه يهدي ويقضي النسك الذي فعل في ذلك العام، أو لم يقدر. أو لم يقدر. أما إذا كان لا يقدر على المشي أصلا، هو نرى المشي لكنه لا يقدر عليه، فإنه يهدي فقط ويركب. وكإفريقي، الإفريقي على معناها الإنسان الذي بعد عن مكة، معناها من كان بعيدا جدا عن مكة كأهل إفريقيا، فإنهم لا يرجعون وإنما يهدون فقط.
وكان فرقه مثلا ويبلغ من ركب منهم في محل المشي ركب كثيرا وركب جل المناسك، فإنه في هذه الحالة لا يرجع، لا يعيد النسك، وإنما يهدي فقط، يجبر ذلك بالهدي. نعم. وكان فرقه ولو بلا عذر. وكأن فرقه ولو بلا عذر، كأن فرق المشي ولو بلا عذر، ولو بلا عذر معناها لو لغير تعب، معناها فرقه فاوت بينهم ولو بلا عذر. وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تاويلان. ايوه، وفي لزوم الجميع، جميع اللي هو الإعادة والهدي والمشي بمن ركب عقبة ومشى أخرى، معناها من ركب مرحلة ومشى، كان يركب مرة ومرة ينزل، مرة يركب ومرة ينزل، هذا فيه الخلاف، هل يعيد ويهدي ويمشي أو لا؟ ولو بلا عذر وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تاويلان. فيه تاويلان. نعم. هل يلزم الجميع أم لا؟ أم يكون عليه الهدي فقط؟ ويكون والهدي عليه واجب إلا في من شهد المناسك فندب ولو مشى. نعم، والهدي واجب في هذه الحالات التي قلنا إلا من شهد المناسك، إلا من شهد المناسك، فندب ولو مشى الجميع. هو إلا أن من مشى، من شهد المناسك ماشية، المناسك كلها مثلا شهدها ماشية، عرفة ومنى ومزدلفة ومكة، من شهد المناسك ماشيا ولو مشى في غير ماشيا ولو ركب في غيرها فإنه يندب له الهدي ولا يجب عليه، يجبر به ما فعل. ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه مشى في قضائه نعم، من ولو المقال. مشى الجميع، ولو مشى الجميع من غير المناسك فإنه يهدي ندبه، وإن أفسده أتمه ومشى في قضائه من الميقات. ومشى في قضاء المقام. إذا أفسد نسكه الذي هو عمرة أو حج فإنه يمضي فيه فاسدا، يمضي فيه فاسدا، وأيضا يعيده، يقضيه من قابل ويحرم من الميقات. وإن فاته جعله في عمرة وركبه. وإن فاته الحج، وإذا نذر أن يحج ثم فاته الحج فإنه يعتمر، جعله في عمرة وركب في قضائه. وإن حج ناويا نذره وفرضه. وإن فاته، أعد شوي، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه. وإن حج ناويا. وركب في قضائه. نعم. وإن فاته جعله في عمرة، معناها إذا فاته الحج يجعله في عمرة، معناها يتحلل منه بعمرة، وثم يعيده لكن يركب في الإعادة، يقضيه لكن يركب في القضاء. وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزاء عن النذر. وإن حج ونوى عدة أشياء، ونذر الحج وهو لم يؤدي فريضة الحج، فإنه إذا حج وهو ناوي بالحج النذر والفرض معا سواء كان مفردا أو قارنا فإن هذا يقع عن نذره دون فرضه، وعكس طبعا الإمام أحمد والشافعي فقالوا يقع عن فرضه دون نذره، وقارن الأجزاء عن النذر. أجزاء عن النذر، ده النذر عند الإمام مالك، وقال بعض لا يجزئ عنهما معا، وقال بعض يجزئ عنهما معا إذا نواهما. وهد إن لم ينذر حج تاويلان حجا تاويلان. وهل إن لم ينذر حجا تاويلان، أعد شوي، وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزاء عن النذر. وهل إن لم ينذر حجا تاويلان. وهل إن لم ينذر حجا تاويلان، أما إذا لم ينذر، وهل إن لم ينذر حجا معناها إنما نذر، إنما نذر العمرة، هل هذا يجزئ عن الحج والعمرة؟ فيه قولان، الصحيح أنه
إذا نذر لعمرته فقط وحج حج الفرض فإن الحج يجزي عنه. نعم. وعلى الضرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الحر. وعلى الضرورة جعله في عمرته. الضرورة الذي لم يحج جعليه أن يجعل النذر في عمرته. الضرورة الذي لم يحج إذا لم ينوي الحج هو نذر الضرورة الذي لم يحج. الضرورة هذا الرجل الذي لم يحج، الإنسان الذي لم يحج، لم يحج قط، لم يحج قط حجة الإسلام. هذا الإنسان إذا نذر نسكا، وقلنا أنه هنا قلنا سابقا قلنا أنه إذا نذر نسكا وكان لم يحج حجة الإسلام، هل يجمع بين حجة الإسلام والنذر بأن يجعل النذر عمرته ويجزي عنهما، أو لا بد أن يجعل النذر حجة وبالتالي لن يجزي إلا عن النذر فقط عند مالك، ويجزي عن الفرض فقط عند أحمد والشافعي. طيب، المسألة الثالثة، قال بالنسبة للذي لم يحج قط، الإنسان الذي لم يحج قط الصحيح أنه ينبغي أن يجعل نذره إذا نذر النسك المطلق ينبغي أن يجعل نذره عمرة ويحج حجة الإسلام على الفور. عمرة ثم يحج من مكة على الفور. ما يحج من مكة على الفور. وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم أن قيد باليوم كذا كالعمرة المطلقة. وعجل الإحرام في أنا محرم نذرت أنا محرم، كانت الصيغة صيغة الحال أنا محرم، والله أنا محرم، أو نذرت أنا محرم، أنا محرم ناذر ذلك لله، أو أحرم ناذر ذلك لله، فذلك فإنه يعجل الإحرام في هذه الحال. أو قيد بيوم كذاك العمرة مطلقا. قل شوي الفقرة. وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذاك العمرة مطلقا. نعم، إن قيد بيوم كذا، قيد بيوم كذا لا بد أن يعجل. مثلا قال إذا قال أنا محرم نذرت أن أكون محرما يوم الخميس، أو نذرت أن أكون محرما يوم السبت، فإنه يعجل الإحرام في ذلك اليوم. وكذلك إذا نوى العمرة مطلقا إنه يعجل الإحرام. جاء أنا محرم أو أحرم أن قيد بيوم كذا بالعمرة مطلقا. نعم، وفي العمرة مطلقا معناها إذا نذر نسك العمرة فإنه يحرم على الفور. إن لم يعدم صحابة للحج للحج والمشي في أشهره إن وصل. نعم، إن لم يعدم صحابة إلا إذا كان لا يجد صحبة للعمرة فإنه يمكن أن يؤخر الإحرام لها. أما إذا وجد الصحابة أجد الصحبة فإنه يعجل الإحرام للعمرة للحج والمشي. معناها أما من نذر المشي حاجا إلى بيت الله فإنه لا يجب عليه، لا لمقيد ذلك بيوم، لا يجب عليه أن يعجل الإحرام، بل إن ذلك يؤخر إلى وقت الحج وهو أشهر الحج فلأشهره. إذا نذر المشي للحج فإنه يؤخر الإحرام إلى أشهر الحج. إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر. إن وصل، إذا كان إذا أخر الإحرام هو نذر المشي، إذا كان إذا أخر الإحرام إلى أشهر الحج يصل من المكان الذي نذر منه الحج، وإذا كان لا يصل أيضا يركب إلى المكان الذي يمكن أن يصل منه فيبدأ منه الإحرام في أشهر الحج. ولا يلزم في ماله في الكعبة. أنا إذا كانت المسافة بعيدة بحيث لو انطلق بعد بداية أشهر الحج منها ماشيا لا يصل في الوقت المناسب لي، لا يصل في وقت الحج، فإنه يركب، لا يحرم قبل أشهر الحج، لكنه يركب إلى المكان الذي يمكن أن يصل منه إلى أماكن الحج زمن الحج. لا يلزم في ماله في الكعبة أو بابها أو كل ما أكتسبه هدي لغير مكة. نعم، ولا يلزم شيء في مالي للكعبة
أيضا شيئا أقول ولا يلزم إن وصل وإلا من حيث يصل على الأظهر ولا يلزم في مالي في الكعبة على وبابها، الأظهر. نعم، ظهور ابن رشد ابن يونس. ولا يلزم في مالي في الكعبة وبابها، ولا وكل ما يلزم، أكتسبه. ولا يلزم في مالي للكعبة أو بابها أو ما أكتسبه شيء. معناها يا نذر الإنسان قال مالي للكعبة أو قال ما أكتسبه للكعبة أو لبابها، فلا يلزم في هذا شيء. نعم، أو هدي ما أكتسب أو هدي لغير مكة أو هدي ومال لغير غانم. مكة. لماذا؟ لأن الكعبة لا تحتاج إلى هذا كله، فيحمل على فلا يحمل هذا على أنه يريد إنفاقه في سبيل الله. أو هدي لغير مكة. أو هدي لغير مكة كذلك، الهدي لغير مكة، الهدي لغير مكة كذلك لا يلزم، لأن الهدي لا يكون إلا لمكة. ومال غير إن لم يريد ملكه. أو مال غير إن لم يرد ملكته، لأنه لا نذر فيما لا يملكه الإنسان، كما في حديث الصحيح الذي رأينا. وعلي نحر فلان ولو قريبا. أو علي نحر فلان، علي أن نحر فلان، هذا لا يلزم في شيء لأنه غير حرام، لا وفاء لنذر في معصية. إن لم يلفظ بالهدي أو ينويه، إن لم يلفظ بالهدي أو ينوي، نعم لفظ يلفظ، نعم إن لم يلفظ بالهدي أو ينوي، إلا إذا لفظ بالهدي أو نواه فإنه يلزمه ما قال مما لا ما ليس صريحا في الهدي. أو يذكر مقام إبراهيم. أو يذكر مقام إبراهيم، أو يذكر مثلا علي نحر في مقام إبراهيم، أو علي هدي بفلان، أو علي نحر في الحجر، أو علي هدي نحر في مكة، فهذا يلزمه هدي. والأحب حينئذ كنذر الهدي. والأحب، أو علي نذر في مقام إبراهيم، علي نحر في مقام إبراهيم، والأحب حينئذ كنذر الهدي. كنذر الهدي. والأحب حينئذ معناها حين لزوم الهدي إذا لزمك الهدي، الأحب حينئذ كما إذا يعني نذرت هديا بشكل صريح، فإن الأحب أولا من الهدايا، أفضل الهدايا هو البدنة، بدنة ثم بقرة ثم التي تليها بقرة، كنذر الحبائب. كنذر الحفاء. كذلك أيضا من نذر أن يمشي حافيا إلى بيت الله فإنه يمشي منتعلا، لكنه يهدي هديا، وأفضله بدنة ثم بقرة. أو حمل فلان إنه التعب. أو حمل فلان، أو أنذر حمل فلان إنه التعب، إنه بذلك التعب، مثلا إنه أنه يريد أن يتعب نفسه، فلا يجوز له ذلك، لأن التعب، لأن الله تبارك وتعالى لا يأذن في إتعاب النفس أو تعذيبها. ولهذا في حديث مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أحدا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يمشي ولا يركب، وأن يقف في الشمس، أن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يسكت ولا يتكلم. قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. وإلا ركب وحج به بلا هد. وإلا وحمل فلان إنه التعب. وإلا ركب وحج به وإلا بلا هد. وإلا بأن لم يكن التعب، إذا أنا التعب فلا يلزمه شيء طبعا. قول كحمل فلان، وحمل فلان إنه التعب. وإلا ركب وحج به بلا هد. أو حمل فلان، أنا حمل فلان لا يلزم فيه شيء، حمل فلان لا يلزم شيء في حمل فلان إنه التعب، لأنه تعذيب للنفس. وأما إذا لم يكن التعب فإنه يحج به، يحج به إذا قبل الفلان ذلك، يحج به معناها يجب عليه حجاجه. وإلا ركب وحج به بلا هد. من أركب وحج به بلا هد معناها يحج به بلا هد ويركب إن شاء. نعم. ولغى علي المسير والذهاب.
ولغاء. والتحقيق أنه يقال فيها لغي يلغى. لغي علي المسير والذهاب. المسير والذهاب، إذا قال علي المسير والذهاب إلى مكة هذا لا يثم فيه شيء. الذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي، والذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي، هذا ومشي لا لمسجد. مطلق المشي، علي مطلق مشي مثلا، ومشي لمسجد، علي مسجد المشي إلى مسجد مثلا عرفة أو إلى مسجد الجامع، هذا لا يلزم فيه شيء. ومشي لمسجد، وإن لاعتكاف إلا القريبة جدا فقولان وإن تحتملهما. لاعتكاف، معناها وإن أنت قلت علي أنا نذرت أن أمشي لمسجد المدينة، أو نذرت أن أمشي لمسجد الجامع بن نواكشوط، فإنك لا يلزمك شيء، ولو نويت الاعتكاف لا يلزمك شيء إلا إذا كان المسجد قريبا منك، فإن بقولان تحتملهما. فقولان تحتملهما، ففيه قولان، قول بأنك يلزمك المشي إليه، وقول بأنك لا يلزمك المشي إليه، وهو الصحيح. ومشي للمدينة أو إلى أو إلي زيد إلى القريبة جدا فقولان تحتملهما، ومشي للمدينة أو إلي إن لم ينوي صلاة من مسجديهما. نعم، كذلك إذا قال علي مشي للمدينة أو علي مشي لإيليا اللي هي بيت المقدس، فإنه إذا لم ينوي الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينوي الصلاة ببيت المقدس فإنه لا يلزمه هذا المشي. أو يسميهما. أو يسميهما، إلا إذا سماهما، إلا إذا قال علي مشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو علي مشي إلى المسجد الأقصى، إنه يلزمه حينئذ المشي. مشي إلى لم ينوي صلاة من مسجديهما أو يسميهما أو يركبوا، وهل إن كان ببعضها. فيركبوا، وإذا طبعا نوى سماهما أو نوى الصلاة بهما فإنه يمشي إليهما، لكن لا يلزمه المشي راجلا، وإنما يركب إليهما ويصلي فيهما. وهل إن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل. وهل إن كان ببعضها، وهل يلزمه ذلك ولو كان ببعض هذه المساجد؟ لو كان مثلا في المسجد الأقصى قال علي مشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يلزمه أن يذهب إليه؟ أو وهل إن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلافه. هل كان بعضها، معناها هل يسقط عنه المشي إذا نذر المشي إلى أحد هذه المساجد؟ هل يسقط عنه المسجد مطلق مشي مشي هل يسقط عنه المسجد؟ هل محل سقوط المشي عنه إذا كان ببعضها، أو محل سقوط أو محل سقوط المشي عنه إذا كان بأفضلها؟ وقال لك لكونه أفضل بأفضل خلاف، خلاف ذلك فيه خلاف. والمدينة أفضل ثم مكة. وقال هنا إن المدينة أفضل ثم مكة، وهذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال إن مكة أفضل من المدينة، ولكن لا خلاف في أن الكعبة أفضل من المدينة، ولا خلاف في أن أيضا المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة وأفضل من جميع البقاع، ولا خلاف في أن مسجد النبي أن الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منها الصلاة بالمسجد الحرام، لأن الصلاة بالمسجد الحرام